طبعا اليوم جمعية الدعوة الإسلامية مع بالتنسيق مع كلية الدعوة الإسلامية قامت حفلة للذكرى الثامنة لثورة 17 من فبراير في هذه القاعة الموجودة هنا. فطبعا هي الهدف من هذه الاحتفالية حسب ما أرى وحسب ما يعني لاحظنا بأن هي أساس، هي ليست الثورة بس، هي ما دامت أقيمت الثورة وخلاص وانتهت النظام وما بعدها، فعلى جميع الليبيين وعلى جميع الأمة الإسلامية أن يتوحدوا وأن يتفقوا لبناء مستقبل جديد وللتقدم. فلا ليست الهدف من إقامة الثورة بس هو الماسك على الكراسي وعلى المناصب وعلى الأماكن، فهذا الذي كنا نريده.